حوالي اسبوعين انا الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره، ويعرف طبعا هو الشباب الشعراء زقر حوالي 10، فسمعت هذه القصيده. هذه القصيده تقريبا هي 6 ابيات، فقال لي هذه اباها بتخرج. طبعا هو كانت نظرته يعني اكبر واوسع، فقلت له لا ما يصلح يا طال عمرك، هاي قصيده قصيره والشعراء اللي بيون شعراء كبار واقوياء. قال لي انا اقول لك هذه، وانا اعتبرها يعني قصيده الشيخ محمد وقصيده الشعب كله. شفت العلم مرتفع، فقلت يعني نحن بنا ولا بغيرنا العلم هذا ان شاء الله يبقى دائما مرتفع. فجت القصيده هذه، رف يا علم في عالية السارية رف، كنا فداك وكلنا نموت دونك، رفي حماشيخ على المجد وشرف، أرواك عز ولا تهاون بصونك، خلك شموخا حولها الشهب تلتف، غازل خيوط الشمس وافخر بلونك، هذه الجباه السمر صف ورا صف، لبت ندى الواجب الخاطر عيونك، ومن كل شهما للشهادة تلهف، المؤمنين بواجبك يفتدونك، وكل الأمور بكف وحقوقك بكف، والله يخون اللي يفكر يخونه.